هيا توقفي. هيا تعالي. لا 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 ابتعد عني، لا تقترب مني أبدا. تعالي إلى هنا هيا، لن أدعك تفلتي مني أبدا. يا إلهي ماذا أفعل؟ هيا لقد وقعت بالفخ إذا. لا تخافي، أنت بأمان يا عزيزتي بوجود شخصيتي هنا. دان، لكن أخبرني لماذا أنت في زي فتاة؟ لا تهتمي، اليوم أنا هنا البطلة الخارقة. أنت بطلي. هذا من دواعي سروري. حسناً أيها الأطفال السخيفون، حان الوقت لإنهاء هذا الأمر. حظاً سعيداً. حان الوقت لكي تتعاقب. لقد فعلتها يا دان، أنت الأفضل على الإطلاق. لقد أخبرتك منذ قليل أنني أستطيع التعامل معه، أنا بطلك هنا. بطلي. هيا 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 يا دان، أنت بطلي الخارق. بريتني هيا استيقظي. ما الذي تحلمي به؟ هيا استيقظي هيا. هيا يا دان. انظري كم شكلها مضحك. حسناً دعينا نوقظها، إنها تحلم بالتأكيد. بريتني بريتني استيقظي هيا. دان هذا أنت؟ توقفي، من دان هذا؟ ما بك؟ أنا كات. هاي استيقظي. أتساءل ما الذي يمكن أن تحلم به؟ إذن هل هذا أنتما؟ انتظرا أرجوكما، لدي حلم رائع الآن، لا تزعجاني. ماذا؟ كيف لا نزعجك؟ بريتني هيا انهضي انهضي. بريتني انهضي. استيقظي الآن وإلا سنسكب الماء البارد عليك الآن. أجل أجل سنسكبها بالتأكيد. حسناً فهمت فهمت. بالمناسبة اليوم لدينا درس واحد، هذا يعني سننتهي بسرعة. أخيراً بريتني استيقظت من النوم. حسناً إذا دعونا نسرع ونستعد في الحال للمدرسة. يا فتيات أعتقد إن هذا سيكون أفضل يوم في حياتي، أنا محظوظة جداً. أجل أنا ألاحظ هذا. دعونا نذهب بسرعة، لقد قلتما للتو أنه يجب علينا الذهاب. حسناً إذا هيا استعدوا يا فتيات. يا إلهي منذ متى لم تنظفي الغرفة؟ كيف؟ 129 هذا سهل بالنسبة لك. 131 132 133. كيف يمكنني أن أركض بسرعة؟ 139 إن هذا صعب جدا. 140 أجل لقد فعلتها. لا بأس بك، كيف تتحملين ذلك؟ أجل وغدا سأسجل هذا أيضا. مرحبا يا رفاق. مرحبا يا صديقي العزيز. مرحبا. بالمناسبة هيا اسمع يا صديقي، هل تمكنت من القيام بذلك؟ لأنني أنا وكلوي لم نستطع. نعم كما هو الحال، دائما لا أحد لديه الوقت، فقط أنا أفعل. من الجيد أنه لدينا شخص مثلك. أنت دائما تبذل جهدك. حسناً أمسك الدفتر. سقطت منك. يا إلهي على الأقل لم تنكسر. هاي يا دان لمن هذه؟ هذه ليست لأحد، إنها لي لأتناولها. هيا تحدث، أنت لم تحضرها إلى المدرسة هكذا فقط. لماذا تظن ذلك؟ أنا أحب تناول الحلوى فقط. هاي دان. هيا أخبرنا يا صديقي. حسناً هذه لستيلا، فقط شوكولاتة سحرية. لستيلا وفقط شوكولاتة سحرية، ما الذي تقوله؟ أخبرنا هل سببت لها المرض؟ سأشرح لكم كل شيء. يا إلهي يا فتيات لقد نسيت واجبي المنزلي، ربما لم يفوت الأوان للعودة إلى المنزل بعد. لا تقلقي أنا لم أأتي به أبدا. لا تقلقي، يمكنك على الأقل كتابة شيء ما والحصول على درجة جيدة. مرحبا يا ستيلا، أريد أن أهديك شيئا. دان ابتعد أنت وهداياك من هنا فورا. تفضلي انتظري قليلا.
أنت فقط لم تحصلي على مثل هذه الهدية من قبل. لوح الشوكولاتة المفضل لدي. هل هذه شوكولاتة؟ نعم، إنه لوح شوكولاتة سحري خصيصا لك. لكن في رأيي إنها هدية جيدة. الشخص الذي سيأكله سيحالفه الحظ في كل شيء. كل شيء. كان دان يائسا طوال الوقت. نعم بالضبط، لم يترك شيئا ما ولم يحاول به. نعم هذا صحيح، ولكن الشوكولاتة السحرية هذا مبالغ جدا. ماذا؟ هل توصلت إلى هذا الهراء بنفسك أو شخص ما ساعدك؟ ستيلا توقفي الآن، في الواقع هذا هراء. في الواقع والدي هو من أحضر لي هذه الشوكولاتة من رحلته الأخيرة. ربما انطلت عليك مزحة أباك، ولكنها لن تنطلي علينا الآن. أوه مقرفة هذه الشوكولاتة، يكفي إنها داكنة. نعم إن هذه وقاحة جدا. أجل لا أدري ما الذي أعجبه بها. هل تعلم يا دان أنا أحب الشوكولاتة الداكنة؟ أنت تحبينها إذن؟ حسناً أمسكي، أتمنى أن تعجبك على الأقل. شكراً لك، أنا لا أشك في ذوقك أبداً. بريتني، هل تعطيني قطعة صغيرة؟ كات أنت تتبعي نظاماً ولا يجب أن تأكل الشوكولاتة. أجل صحيح، أريد فقط أن أجرب قطعة صغيرة. بالطبع أمسكي يا صديقتي. كل شيء واضح، لا ترغبون بدعم صديقتكم. خذيها. لكنني حقا أحب الشوكولاتة وأنا مستعدة لأكلها لآخر نقطة حتى الداكنة. وأنا سوف أتناول القليل فقط. لذيذة. يا رفاق أنا عطشان جداً، لا يمكنكم تخيل هذا. سوف أشرب هذا العصير الآن. إذن الأفضل أن تخبرنا عن ما كان يحصل في صالة الرياضة. نحن نريد أن نعرف بشكل عام. هل أنت حقاً ما زلت معجباً بستيلا؟ أجل صحيح، ولكن هذا غير مهم لها. أتعلم أنه من الممكن لأي فتاة أن تقع في حبك؟ نعم أعلم، ولكن ليست ستيلا. نعم وأنا أتفق مع جاك في هذا، في هذا العالم كل شيء ممكن. وكيف يمكنني القيام بذلك؟ ليست لدي أي فكرة. برأيي أنا عليك أولاً الاعتناء أكثر بمظهرك. بصراحة لأكون صادقاً معك هذا ليس جيداً. هاي إنه قميصي المفضل لدي، أنا أرتديه منذ أن كنت في 14. بالضبط، إذن وبسبب ذلك يجب عليك أن تغيره. ولكن لا يوجد ولكن. حسناً فهمت. حسناً دعنا نذهب إلى منزلك ونختار شيئاً جميلاً لك من خزانة ملابسك ونغير مظهرك. هل أنت متأكد؟ يوجد لدي الأشياء ذاتها ولا يوجد شيء جديد. نحن سوف نساعدك، فقط ثق بنا. إذن يمكننا الذهاب إلى المتجر ونختار، ما رأيكم؟ بالتأكيد أشك في أنني أستطيع أن أشتري شيئاً، ولكن لا بأس. حسناً يا رفاق، إذن اتفقنا. جيد، دعونا نذهب إذن. بالمناسبة، لماذا قمت باختراع قصة لوح الشوكولاتة هذا؟ أظن كان لا داعي لها. أنا لم أخترع، أبي أحضرها حقاً لي. حسناً، ولكن لا يمكن أن تكون الشوكولاتة سحرية مثل ما أخبرتها، هذا مستحيل. هذا ممكن، وممكن جداً. أنت ساذجاً جداً، ربما والدك يضحك عليك فقط، لا يوجد هكذا. حسناً إذن، لا تصدق ذلك، سنرى من على حق. لكن لا تغضب، هيا بنا لنذهب. هيا لنذهب. سيكون رائعاً إذا جلبت الشوكولا، حظاً سعيداً كما قال دان. كات هل أنت تؤمنين بهذا الهراء حقاً؟ أنا أؤمن بالفعل، أعتقد أن دان لا يخدعنا. يا فتيات أنا لا أفهمكم، كيف وقعتم في هراء هذه الشوكولاتة؟ ستيلا هل أنت بخير؟ أخبريني هل أذيت نفسك؟ يا إلهي لكن منذ متى أصبحت ضعيفة هكذا؟ ولكن إن كنت تناولت الشوكولا فربما ما كنت قد تعثرت. نعم وكنت ربحت لي نصيب ووجدت مليون دولارا في الشارع. دعونا نتحقق من ذلك، لقد وجدت تذكرة يا نصيب قديمة بالأمس عندما رتبت. يا فتيات الحظ لا يعتمد على بعض قطع الشوكولاتة، لا تكونوا أطفالا. ولكن يا ستيلا ما بك؟ لماذا أنت غاضبة؟ أنا لست غاضبة، أنا طبيعية جدا ويجب علي أن أذهب. حسنا لنبدأ. بسرعة يا بريتني، هيا أريني، هيا هيا أريني. مستحيل إنني لا أصدق، فزت بمليون دولار.
ماذا؟ ربحتي 1,000,000 دولار؟ يا إلهي، هل لديك تذكرة يا نصيب أخرى لي أنا؟ لكنني كنت متأكدة من أن لوحة الشوكولاتة الخاصة بدان سيجلب لي الحظ. لا 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 لا، 1,000,000 دولار؟ أحتاج إلى شراء يا نصيب بسرعة. بريتني انتظريني. أوه، غرفتك جيدة وجميلة جداً يا دان. نعم، ولكن ليس لدي الكثير من الأشياء هنا. لا تقلق، أعتقد أنه يمكننا أن نختار شيئاً ما. حسناً، هذا كل شيء هنا. نعم نعم. ليست جيدة. اسمعني جيداً، هذه لا بأس بها، أليس كذلك؟ لا أبداً، ليست هذه. حسناً. أوه، توجد لدي فكرة. هذه أفضل بدلة لدي، ربما تكون مناسبة. لماذا تضحكون؟ إنه جميل جداً، انظروا لشكله. حسناً، أظن أنه علينا أن نذهب إلى المتجر ونختار بعض الملابس المناسبة لك. لكنني لا أحتاج لملابس جديدة. دان، إذا تريد أن تعجب بك ستيلا عليك أن تغير مظهرك. حسناً حسناً يا رفاق، لنذهب إذن. أنا أقول لك إنها معجزة، صدقي 1,000,000 دولار. علي أن أفكر ماذا سأشتري. أهنئك يا صديقتي، لكن متأكدة من أنه لا علاقة له بالشوكولاتة. ولكن أنا أيضاً قد اشتريت ورقة يا نصيب وربحت بسببه 100 دولار. يا فتيات، أستطيع أن أشتري وأربح أيضاً أكثر منكم بكثير. سنرى ذلك عندما تشترين. صحيح. أيها النادل، احضر 3 مياه غازية من فضلك. بالمناسبة يا فتيات، وجدت في متجرنا المفضل هناك 70% خصومات على كل شيء، صدقوني. المياه الغازية. يا فتيات، هل تفهمن ماذا أعني بكلامي؟ يا فتيات، ليس لدي مزاج للتسوق أبداً. ستيلا، انتبهي. لا أفهم، ما هذه اللعنة؟ ما هذا؟ أخبروني. كما أفهمه، نحن بحاجة للذهاب للتسوق اليوم. أجل، أنت لست محظوظة اليوم يا صديقتي. هاي، ما هذا؟ يا إلهي، ملابسي المفضلة، أتمنى أن يتم إزالتهم. أو ربما يكون كل شيء بسبب قطعة الشوكولاتة. بريتني، أنا فقط لم يحالفني الحظ هذه المرة. ستيلا، ولكن هذه الصدف كثيرة جدا. يا فتيات، هل نذهب للتسوق إذن؟ أجل بالطبع، أنا الآن بحاجة إلى ملابس جديدة. ستيلا، أنت لا تتغيرين. هذا هو المتجر الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل. هل أنت جادة في هذا؟ هذا المتجر يوجد به ملابس للنساء أكثر من الرجال بكثير. بصراحة أنا أتفق مع دان، ولكن هذا هو أفضل متجر في المركز التجاري على الإطلاق. ما بك؟ جميع المشاهير يشترون من هنا. أنا أضمن لك هذا. نعم نعم. يا رفاق، وجدت شيئا جميل قد نحتاج إليه. أعتقد أنها تليق بك يا دان. يا رفاق، ألا تعتقدون أنها بطريقة أو بأخرى مشترقة للغاية؟ ما بك؟ بالطبع لا. إذا كنت تريد أن تلاحظك ستيلا، فهذا ما تحتاج إليه. حسناً، أوافقك الرأي، ولا يزال بإمكانك النظر إلى هذا الاختيار الجميل. لا، هذا الذي اختاره جاك أفضل، ومن الواضح أنه أرخص بكثير. يا رفاق، هل أنتم متأكدون من أن هذا هو المتجر؟ كل الأشياء باهظة هنا. بالطبع نحن لدينا المال الكافي. أنا بالفعل اشتريت هذا النعال من ماركة جيدة من قبل، ماركة كبيرة جدا. اي، انتبهوا، لنعود إلى موضوعنا السابق. أعتقد أن هذه البدلة أفضل بكثير من القميص السيء. ماذا تفعلون هنا؟ نحن نختار ملابس جديدة لدان، وأنتم ماذا تفعلون؟ دان وملابس جديدة؟ لا أعتقد إن أي شيء سيساعده. ستيلا، بالمناسبة أريد أن أقول إنها اختيار رائع.
شكراً، أنا من قمت باختيارها. ونحن أتينا لاختيار ملابس جديدة لستيلا. كنت سأقول كما قلت، ولكنني سأصمت. ماذا؟ يا إلهي، ما الذي جاء بي للعمل في هذا اليوم؟ نحن سنذهب غالباً. هيا يا كلوي، هيا لنذهب. هيا يا رفاق، ألم تنسوا دفع ثمن هذا القميص الرخيص؟ أجل، الآن تفضلي هذه. وداعاً. ولكن ما هذا المبلغ؟ ما به، إنه 5 دولارات، ألا تكفي؟ هذا مضحك، هذا القميص يكلف ما لا يقل عن 150. كم ثمنه؟ ليس لدي هذا المبلغ. حسناً، لا تقلق يا دان، أنا سأدفع لك. أجل. أجل، شكراً يا بريتني. هاي، إلى أين؟ سأدفع عنها أيضاً. إن غلوي ماكرة جداً، أكرهها. حسناً يا فتيات، لقد جئنا إلى هنا لاختيار ملابس جديدة. أنا موافقة يا فتيات، لنبدأ. انظرا إلى هذه القطعة الرائعة. يا إلهي، هيا. ما هذا؟ هذا الرداء يليق بك كثيراً. أنت محقة. ما به، إنه لا يعمل أبداً. أوه، أيها المسكينة، هل أذيت؟ إذن تقولين أن لا علاقة للشوكولا بهذا؟ لماذا تمسكتم بهذه الشوكولاتة؟ إنه ليس يومي. أجل أجل يا ستيلا، لقد فهمنا هذا. نعم، أنا لست في حالة مزاجية للتسوق. بالمناسبة كات، انظري كم هذه القطعة رائعة، أحببتها جدا. نعم يا فتاة، اليوم لدينا خصم خاص لك بسبب شرائك من متجرنا. رائع، أنت حقا فتاة محظوظة يا صديقتي، ربما تجدين خصما ما بالنسبة لي أنا أيضا. نعم يا فتاة، هذا الرداء مخفض أيضا بالنسبة لك بنسبة 70. وماذا عن هذه القبعة؟ ليس عليها، لا. حسنا، ماذا يا بريتني، هل سندفع الآن؟ ولكن ماذا حدث؟ حتى مع وجودي خصم ليس لدي ما يكفي من المال لهذا الرداء. حسنا، أنا سأدفع اليوم من أجل كل شيء. شكرا لك، تعالي مرة أخرى يا فتاة. أنا لا أفهم لماذا ستيلا تعاملني بهذه الطريقة. دان، إنها ستيلا. إنها تعامل الجميع هكذا. ولكن يجب أن يكون هناك طريقة للحصول على فتاة. لا أعلم يا صديقي، ولكن عادة الفتيات ما يحب الرجال الأقوياء. ولكن ليس مثلك تماما برأيي. أجل، هذا صحيح. حتى أنت بنفسك موافق على هذا؟ هذا يعني لا، لا أعني ذلك. ماذا تقصد؟ الفتى القوي. أنا بحاجة للذهاب إلى الصالة الرياضية، ولكن في حالة ما أنا إذن سأغير ملابسي. حسناً، على الأقل وجد شيئاً. نعم، وهذا صحيح. أو يا إلهي بريتني، لقد عددت الفشار بطريقة رائعة جداً. وكاد أن يحترق كل الفشار لدي، وهذا كل ما تمكنت من سحبه. كما ترين يا ستيلا، إنه الحظ. أجل أجل، نعم لقد فهم. والآن يا فتيات، هل سنشاهد الفيلم؟ نعم، هيا بنا. انتظروا ثانية، سأأخذ شيئاً لأشربه وأعود. اللعنة، ما هذا اليوم اللعين جداً. إذن هل ما زلت تشكين في أمر الشوكولاتة؟ ستيلا، يمكنني مساعدتك في تنظيفها. لا حاجة، سأفعل هذا بنفسي، ولا أحتاج مساعدة. ولماذا هي عنيدة جدا؟ لا أعرف، إنها ستيلا. أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أعتقد أن هذا يكفي للمرة الأولى. لا، علي أن أصبح قوياً لتعجب بي ستيلا. ثمانية. يا مجتهد، هل أنت متأكد من أن ستيلا تستحق هذه القوة؟ بالطبع، ستيلا هي لذا علي أن أرفع هذا مرة أخرى. أوه، أصبح الأمر أسهل بعد العشرة.
11 12 12 13 14 15 16 17 18 أوه كمان قوي. دان هل تشعر بتحسن؟ أنا أفكر اليوم بأنني سأنهي تماريني بحسب الجدول الشهري، وبنهاية التمرين سأصبح لاعبا حقيقيا ويمكنني عندها أن أذهب إلى ستيلا. أعتقد أنك تمرنت بما يكفي. أعتقد أنني سأتمرن 200 مرة، سيكون هذا جديا. هذا رائع أليس كذلك؟ يجب أن ننقذه. هاي دان، يا لها من عضلات جميلة. ماذا؟ هل أصبح لدي عضلات حقا؟ أجل، أنت قوي بالفعل. غريب، لا أشعر بأي شيء من هذا القبيل. نعم، هذا ما يبدو لك يا صديقي. نعم، في غضون ساعة ستشعر بقوتك الحقيقية الموجودة بداخلك. أجل، وأنتم لازلتم لا تصدقونني. أنا متأكد من أن ستيلا ستصبح لي، ولكن أولاً أحتاج إلى الطعام. اسمعي يا كلوي، هل تخبرينني ماذا حصل الآن بالضبط؟ كان علي أن أخدع دان، وإلا لما كان عاد إلى المنزل بسبب هذه التمارين. أجل. حسناً، دعنا نحن الآن نتمرن على الأجهزة. هيا بنا. يا له من يوم رهيب. ربما سأشاهد الفيديو وأتسلى قليلاً. لم أفهم؟ ما هذا؟ لقد تعطل هاتفي أيضاً. ربما يكون صحيحاً إن لوح الشوكولا سحري. ربما أسأل دان إذ كان لديه من الشوكولا أيضاً. أتمنى ألا يشعر بالإهانة مني، لكن مع هذا الحظ السيء علي أن أفعل شيئاً. يا إلهي، ما هذا؟ أوه، هذه الأشياء لذيذة. هذا هو الغذاء اللذيذ. أوه دان، لم أتوقع أن أراك هنا أبداً. مرحباً، أجل أتيت لتناول الطعام بعد عمل متعب. بالمناسبة، ألم تر كات؟ اتفقنا أن نلتقي هنا. لا كات، لا لم أرها. فهمت، أنت تتناول شطيرة. أجل. بالدجاج؟ نعم. هل هي لذيذة أكثر من شطيرة الجبنة؟ أجل، إنها المفضلة لدي. حقاً؟ وأنا أيضاً أحبها. وأنا أيضاً أحب هذه، وخاصة مع الصلصة. لا تقولي هذا، وأنا أيضاً أحبها. دعني أخمن، أيضاً أنت تحب الفشار بالجب. نعم، إنه ألذ شيء صنع بالعالم بالطبع، باستثناء كعكة الشوكولا. أنت وأنا متشابهان. ما هذا الذي أراه؟ لماذا يجلسون بشكل لطيف جداً؟ بالطبع نشبه بعض. انظروا إلى السيد دان، لقد قام باستبدالي بها. أنا ذاهبة إذن. هل تعلم ماذا أيضاً؟ أحب نزهة الجبل. وأنا أيضاً أحب الذهاب إلى هناك كثيراً. أنا سأفوز، ستري هذا. سأتغلب عليك يا كلوي. أجل، أنا متأكدة من أنني سأفوز، وأنت ستقوم بشراء البيتزا. لن تحلمي بهذا أبداً. مرحباً يا رفاق. مرحباً. أجل، أنا من ربح اليوم، أنت ستقوم بشراء البيتزا يا أخي. أرى إنكم تفعلون الهراء مرة أخرى. يا له من سخافة. لا، إنه عمل مهم جدا يا ستيلا. أجل، نحن نتراهن على من سيشتري البيتزا. يا رفاق، أرى أنكما تتشاجران، لكن ما الفرق إذا أنتم تأكلوها سوية؟ وماذا في ذلك؟ هذا مثير للاهتمام. أجل، نعم، إذن لقد فهمنا ذلك. Looking flash, thought I'd walk up to you. I was out with my buddies, talking trash with nothing to do. I got up from the table, adrenaline, started walking to you. أجل يا ستيلا، لا تهتم. مرحبا. ملابس جديدة وجميلة أيضا يا أخي. هذا جميل ورائع جدا يا أخي.
أين قد أخذتها ووضعتها هنا؟ لا بأس بك يا دان، لم أتوقع هذا. هذا غير متوقع. اسمع يا دان، أردت أن أسألك عن شيء. نعم، ماذا حدث؟ أود أن أدعوك إلى المقهى الليلة، ما رأيك؟ واو واو واو، إذن لقد نجح الأمر وأخيراً. أنا مصدوم جداً. اسمع يا ستيلا، أنا آسف، مشغول اليوم. وبماذا؟ مهمة سرية، لا أستطيع القول. مفهوم. ماذا؟ لقد حاول جاهداً لكي يتصرف هكذا فقط؟ لا أعلم، حتى أنني سعيدة لأنه رفضها. يا رفاق، ما هو الدرس الآن؟ نعم، من غير المتوقع. ماذا؟ لا شيء، أنا أتحدث مع نفسي. صديقتي، ما هذا؟ انسي الأمر، إنه شيء يخصني. يا رفاق، ما هو الدرس؟ أنا لم أستطع كتابة أي شيء. درس رياضيات. فهم، شكراً. سوف أنال منك. من الجيد أن بريتني متأخرة في المدرسة، علي أن أفكر بشيء لكي أوقع بها. علي إعادة ترتيب خزانة ملابسها، ثم بالتأكيد لن تجد ملابس كي ترتديها. هذا ما سأفعله. ما الذي يجب أن أبدأ به؟ أنا أحب فعل هذا جداً. اسمعي يا بريتني، شكراً لدفع ثمن ملابس الجديدة هذه. على الرحب، يسعدني دائماً تقديم المساعدة. وأردت أيضاً أن أدعوك لتناول العشاء معي. للعشاء؟ ولكن قلت للتو أنك مشغول. صحيح، أنا مشغول بالنسبة لها. حسناً، أنا موافقة. حسناً، سأكون في انتظارك في المقهى في الساعة السادسة. جيد، أراك لاحقاً. كان الأمر صعباً، لكنني نجحت. لقد التقطتها ووضعتها هنا. ممتاز، هذا مثالي، لقد أصبح أكثر جمالاً. بقي اللمسة الأخيرة وأنتهي. أوه ستيلا، وأنت أيضاً هنا؟ ما الذي تفعلينه؟ نعم نعم، أنا في حالة صدمة، أتيت ورأيت هذه الفوضى. يا إلهي، لكنني كنت سأرتدي هذه الملابس اليوم. لا تنزعجي، اسمعي، هل أصبح لديك صديقة جديدة أو إلى أين ستذهبين الليلة؟ أي صديقة؟ ماذا تقصدين؟ إذن هل هو فتى؟ ومن يكون؟ حسناً، سأعطيك تلميحاً أنت تعرفينه. بشكل عام، أنا ذاهبة إلى العشاء مع دان. ستذهبين مع دان؟ نعم. لقد رفض أن يذهب معي الآن، سيذهب معك إلى العشاء؟ نعم، ولكن تغيرت خطط دان ولهذا قام بدعوتي للعشاء. هذا مفهوم. وماذا سوف ترتدين للحفلة؟ سأرتدي زي المفضل، لكنه على الأرض الآن وهو متسخ. يا للأسف، لذلك سأجد من فعل ذلك وسألقنه درساً أنا لن أشفق عليه. لا أعرف، من الواضح إنه شخص لا تعرفيه الآن. أصدقائك لن يفعلون هذا. وهذا صحيح. لكن لا تقلقي، سنشتري لك بدلة جديدة. لا يوجد لديك شيء لترتديه؟ فلماذا لا يوجد شيء اليوم؟ أنا وكات قمنا بشراء قطعة رائعة منذ قليل. قطعة جديدة؟ أنت جادة؟ نعم، إنها مثالية للعشاء. نعم، الملابس جميلة بكل تأكيد. شكراً لك، كنت أعلم أنك ستحبينها. حسناً، أنا ذاهبة لأستعد. بريتني، ماذا فعلتِ؟ كانت هذه المزهرية المفضلة لدي. آسفة يا صديقتي، كل شيء يحدث بسبب شوكولاتة. إلى اللقاء. يا إلهي، لم ينجح شيئاً أبداً. ستيلا، ما كل هذه الضوضاء؟ وإلى أين كانت تركض بريتني؟ لقد كسرت مزهريتي المفضلة، هل تتخيلين ذلك؟ أجل، أنا أرى كل هذه الفوضى، ولكن قولي لي إلى أين ذهبت بريتني؟ أين؟ ذهبت لتستعد للموعد. ماذا؟ لديها موعد؟ مع من؟ مع دان. يا إلهي، هذا رائع، إنهما يلتقيان معاً، إنهما جميلين جداً. نعم، وأنا أعتقد هذا. هاي، كوني حذرة. ماذا أصابها؟
أتمنى أن ينجح كل شيء مع بريتني ودان في هذا العشاء. فلوي، هل تعلمي ماذا؟ أنا فرح جداً بأن دان رفض ستيلا ولم يقم بمواعدتها أبداً. أوافقك الرأي، لا أعلم كيف تصرف هكذا صديقنا دان. أوافقك الرأي لأنه كان معجباً بها منذ زمن. بجميع الأحوال أصبح الأمر جيد. هذا صحيح. إذن علي العثور على الآيس كريم. ممتاز، والآن في رأيي إن بريتني لديها حساسية من القلفة. سأضع القليل، وبريتني لن تذهب إلى الموعد مع دان بكل تأكيد. لن أسمح لهذا الموعد أن يتم بنجاح. والآن يا صديقتي بريتني، سوف ترين من تكون ستيلا، والآن سأذهب وأعطي هذا لبريتني. انتهيت. أوه ستيلا، هل قررت تناول المثلجات؟ نعم، قررت أن أدلل نفسي. رائحتها لذيذة بطعم القرفة؟ كم أنا أعشقها. نعم أنا أيضا. المعذرة يا كات، علي أن أذهب وداعا. ولكن كما أعلم بريتني لديها حساسية من القرفة. إذن بقي وضع الزينة وسأكون جاهزة للخروج. أوه بريتني، أحضرت لك الآيس كريم المفضل لديك، هيا تناولي. شكراً جزيلاً، لكنني لا أريد مثلجات. لماذا؟ إنه الآيس كريم المفضل لديك. لا أريد أن أفسد شهيتي قبل العشاء. يا صديقتي، هل أحضرتها عبثاً؟ حسناً إذاً، قليلاً فقط. لا! لكن ما الذي يحدث؟ بريتني، لا تأكلي من هذا. لكن لماذا؟ إنها المثلجات المفضلة لدي. فقط ليس عليك أن تأكليه لو سمحت. حسناً، علي أن أكمل استعدادي الآن. أنا أحب الآيس كريم، إنه لذيذ جداً. بريتني، أنا وستيلا علينا أن نخرج قليلاً، لدينا مشكلة لحلها. حسناً، ولكن ستخبرني بكل الأسرار لاحقاً. بالطبع. لن نزعجك أبداً. لقد كانتا غريبتين مؤخراً، علي أن أتحدث معهما إذن. حسناً يا صديقتي، أخبريني ماذا حدث للتو. لا يهم، أخبريني هيا، وإلا سأذهب مباشرة إلى بريتني وأخبرها عن المثلجات. حسناً، أنا لا يعجبني أن دان انتقل إلى بريتني بسرعة كبيرة. ماذا؟ لكنك أنت لم تحبيه أبداً. نعم، لا أحب أنه لا يهتم بي كما أريد. ماذا؟ لهذا السبب بدأت في إزعاج أعز أصدقائك؟ هذا غير مقبول. كنت أعلم أنك تغارين قليلاً، ولكن ليس لدرجة التصرف هكذا. أجل، دعينا لا نقول كل شيء حصل لبريتني، هكذا أفضل. نعم، ولكن لماذا؟ لأنني... يا فتيات، أخبراني ما رأيكما؟ واو، أجل، جميلة جداً. شكراً لك. اسمعي، أنا أقصد ستيلا تريد أن تخبرك بشيء مهم جداً. هيا قولي ما تريدين. إن ستيلا... بريتني أعتذر، ولكن من الأفضل أن تعلمي مني. يا فتيات أنا لا أفهمكما، ماذا تقصدان؟ أنا قمت ببعثرة أغراضك وأنا أضفت القرفة على الآيس كريم. أنا فقط لا أريدك أن تذهبي في موعد مع دان، أنا أعتذر. وأنا أردت حقاً أن أقول أن ستيلا اشترت قلم زينة جديداً ورائعاً جداً. توقفا، ستيلا هل أنت جادة الآن؟ نعم أنا آسفة. حسناً، لماذا تحتاجين كل هذا؟ حسب علمي أنت لم تحبي دان مطلقاً. أنا أشعر بالإهانة لأنه تحول إليك بهذه السرعة. حسناً، نحن أصدقاء، لا ينبغي علينا أن نفعل ذلك. أنا أعرف، آسفة. صديقتي، سوف أسامحك هذه المرة. بريتني، أنت لطيفة جداً، أنا حقاً أشعر بالخجل. لا بأس، أنا كسرت مزهريتك المفضلة، أصبحنا متعادلتين. بالمناسبة يا فتيات، هل لاحظتم أن حظ ستيلا السيء قد اختفى مؤخراً؟
بالمناسبة، نعم، في المرة القادمة ستكونين الأولى في الطابور للحصول على شوكولا. حسناً، علي أن أذهب. هل أبدو جيدة بالفعل؟ كثيراً. الشيء الرئيسي هو عدم القلق وتحكمي في نفسك. شكراً لك. إنني جميلة. إنها جميلة. أنت محقة. إذن بقي علي أن أسرح شعري. إذن يا دان، إلى أين أنت ذاهب؟ وأنت أنيق أيضاً. أجل، التسريحة رائعة جداً. شكراً، أنا ذاهب الآن. يا صديقي، هل قررت إذن الذهاب في موعد مع ستيلا الليلة؟ لا، ليست ستيلا. حسناً، مع من إذن؟ ولماذا نحن لا نعلم؟ في الواقع أنتم تعرفونها، إنها بريتني. ماذا؟ بريتني؟ أعلم أن هي لم تعجبك. أجل، التقينا بالأمس في المقهى بالصدفة وقد قضينا وقتاً ممتعاً جداً. أوه، لا أصدق هذا. جيد، أنت وبريتني. هل تعلم يا صديقي، أشعر أن بريتني تليق بك أكثر من ستيلا. أنا أوافقه الرأي على هذا يا صديقي. وأنا أيضاً أعتقد هذا. علي أن أذهب الآن. بالتوفيق يا أخي. ستخبرنا بكل شيء. شكراً يا رفاق. أجل، لا بأس به. أجل، إنه يبدو سعيداً جداً. أجل، هذا صحيح. حسناً، يجب أن تكون هنا خلال دقيقة. يا إلهي، أنا قلق جداً لهذا. كم هي جميلة. مرحباً أيها الوسيم. بريتني، بريتني، أنت جميلة جداً. شكراً لك. هذه الباقة لك. إنها المفضلة لدي. شكراً لك، كيف عرفت هذا؟ إحساسي أخبرني بذلك. من فضلك اجلسي، لا يوجد طعام كثير ولكن هذا كل ما تحبينه. كم هذا رائع، أنا سعيدة جداً اليوم. هيا بنا لنجلس. هل تعلمي أنا سعيدة لأنني أخبرت بريتني كل شيء؟ وأنا أيضاً، كان يجب أن تفعلي ذلك في وقت سابق. لا أفهم ما حدث لي، كأنني لم أكن أنا، كنت غريبة الأطوار. هذا صحيح، ولكن الشيء الأهم أنه تم حل كل شيء. نعم، هذا صحيح، ربما نقوم ببعض العلاجات الخاصة. أنا موافقة. وبالأخص أنني اشتريت أقنعة جديدة، هيا نذهب بسرعة. ستيلا، أنت مليئة بالمفاجآت، هيا بنا. بالمناسبة دان، أريد أن أسألك عن لوح شوكولاتة. على ماذا؟ أنها سحرية؟ نعم، هل هي حقاً تجلب السعادة؟ لا، أنا اخترعت هذا لكي تأخذ ستيلا الشوكولاتة. ولكن لماذا لم تخبرني أن كل هذا خيال؟ لأجل ماذا؟ أتمنى أن لم تصدقوا هذا. نحن؟ بالطبع لا. هذا عظيم، لأنني فكرت بهذا حقيقة. ولكن كان من المضحك أن أشاهد ستيلا. كانت غير محظوظة اليوم، كانت تعتقد أن لوح الشوكولاتة سحرياً. دعينا من هذا وهي بنا لنستمتع بطعامنا. هذا صحيح.